باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الثانية في إصحاح 9 في عدد 6 بيقول إن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكسر بزاركم وينمي غلات بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشأ بنا شكرا لله. لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كلمتكم في الأسبوع اللي فات عن ثقافة التطوع، والمقصود بالموضوعات ده هي اللي هي ثقافة التربية أو ثقافات تربوية. إزاي وإحنا بنربي وبنكبر، إزاي بنعلم ولادنا وبناتنا إزاي يعيشوا في هذه الثقافة، الثقافة اللي هي الكالتشر، اللي هي الحياة اللي بنعيشها إحنا في حياتنا. لكل بلد في العالم لها الثقافة بتاعتها، والثقافة بتاعتنا لما تبقى مستمدة من الكتاب المقدس تبقى ثقافة ناجحة. كلمتكم الأسبوع اللي فات عن ثقافة التطوع، النهاردة عايز أكلمكم عن ثقافة التبرع. تقول التبرع يعني العطاء، ودي كلها حاجات عارفينها بلا شك، طبعا كلنا عارفينها. وأنا مش بتكلم عن العطاء فقط كوصية إنجيلية، لكن أنا بتكلم عن الروح نفسها اللي تبقى موجودة عند الإنسان. يمكن ذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن ممكن إنسان يبقى بخيل، مش بخيل في المال بس، ده ممكن بخيل في المشاعر، بخيل في الإحساس، بخيل في التعبير وهكذا. والثقافة التبرع أو الثقافات ده هي بصفة عامة المقصود بها عملية التعاون. إزاي؟ مثلا كل مؤسسات العالم تقوم أساسا على التبرع. يعني مثلا مؤسسة زي الأمم المتحدة بتجيب فلوسها منين؟ من تبرعات واشتراكات الدول الأعضاء. هكذا الجامعة العربية، هكذا مجلس الكنائس العالمي، دي كل المؤسسات بدون استثناء. ففي ثقافة لازم تبقى في إحساس. حتى عندنا في مصر هنا مثلا من كذا سنة ابتدى صندوق كلنا بنحط فيه اسمه صندوق تحيا مصر. صندوق انت بتحط قد كده قليل او كتير، مش دي المهم. المهم ان يكون عندك روح العطاء. مثلا مستشفيات زي 57 للاطفال نقدم لها تبرعات كلنا كمصريين وغير مصريين، اي على كده عشان في المقابل انها بتعالج الاطفال المصابين بالمجان. قيسوا على كده أمثلة كثيرة، مش وقت إن احنا نسردها، لكن الروح نفسها هي اللي بندور عليها. طبعا من الأمور الجميلة اللي تمت في السنوات الأخيرة وقت ما أعلن عن إنشاء قناة السويس الجديدة، والناس ابتدت تقدم، صح بتقدم وبتشارك وكأنها بتعمل استثمار لفلوسها، لكن الروح نفسها.
وأرجوكم تاخدوا بالكم أنا مش بتكلم على العطاء المادي فقط، أنا بتكلم على الروح اللي ممكن نزرعها في أولادنا. عايز أبتدي وياكم الموضوع وتبقى الصورة واضحة زي ما قال القديس بولس الرسول هنا، وهو بيقول إن من يزرع بالشح. شح يعني إيه؟ ده البخل، دي حاجة تحت البخل كمان. من يزرع بالشح فبالشح يحصد. قاعدة بسيطة خالص. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. يعني أنت المستفيد الأول والأخير. هتعيش بالشح، عيش بالشح، بس حياتك هيبقى فيها شح في كل حاجة. يكفي أنك ستفقد كلمة البركة، ستفقد وجود البركة حتى في يدك. قروش، القروش دي هتفقد البركة بتاعتها. أما من يزرع بالبركة بالسعة فإنه بالبركات أيضا يحصد. ليه؟ يقول أن كل واحد كما ينوي بقلبه، كما ينوي بقلبه، هنا النية. حتى إحنا بنيجي في الأشية ونقول أشية القرابين. أشية القرابين، كلمة قرابين يعني الأشياء التي تقرب لله، تقدم لله. نقول كده أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخفيات والظاهرات، الذين يريدون أن يقدموا وليس له، والذين ليس لهم. يعني في واحد عايز يقدم بس إمكانياته محدودة بسيطة. أتذكر في حياة أبونا بشوي كامل في اسكندرية، جات له واحدة وقالت له: أبونا أنا عايز أقدم لك عطية عشان تبني بيها كنيسة. فطبعا عشان نبني كنيسة دي عايزة ألفات إن لم يكن أكتر. فطلعت كده من شنطتها لفة فيها 120 جنيه. قالت له: أبونا ابني بدول كنيسة. خد بالك من التعبير، ابني بدول كنيسة. هي 120 جنيه تعمل إيه يعني؟ تشتري إيه؟ شكارة أسمنت ولا شوية طوب؟ لكن هو خد المبلغ ده واحتفظ به واعتبره خميرة، وكان بالنتيجة أنه بنى بالموضوع ده مش كنيسة واحدة، كنيسة واثنين وثلاثة، ودي كانت خميرة صالحة. فكرة التبرع موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد. في العهد القديم يقول بنو إسرائيل جميع الرجال والنساء الذين سمحت قلوبهم أن يأتوا بشيء لكل العمل في خيمة الاجتماع، بكل العمل الذي أمر الرب أن يصنع على يدي موسى، جاءوا به تبرعا إلى الرب. ده فين؟ في عهد، في سفر خروج في الأول خالص. وبعدين في العهد الجديد يقول كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها في زمن الرسل، ويأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ده في الكنيسة الأولى، الكنيسة المسيحية. هو إزاي ممكن الإنسان يزرع هذه الثقافة في حياتنا؟ والواحد لما يجي يقدم، يقدم إزاي؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان في بداية الصوم الكبير بنقرأ الإنجيل بتاع متى 6 اللي بيتكلم عن الصلاة والصوم والصدقة، بس بيبتدي بالصدقة، والصدقة اللي هي استخدام المال كأنه جزء من العبادة. لما تيجي تقدم تبرع بأي صورة من الصور، ولا أقصد أي كمية أو عدد أو قيمة، لازم يكون عندك شوية شروط كده تزرعها. أول حاجة، لازم أقدم برضا قلب، قلبك يكون راضي تماما. بتقدم من قلبك مش من إيدك. ويمكن كلنا فاكرين الأرملة اللي قدمت فلسين، ويقول انظروا كيف قدمت، مش كم قدمت، قدمت فلسين. فلسين دول يعني رقم زهيد للغاية، لكن قدمت دول برضا من القلب،
يقول لنا ثم جاء كل من أنهضه قلبه وكل من سمحت روحه جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع. قدموا هم راضيين، هم فرحانين. وفضل الاهتمام ده هو زي ما في عهد الرسل يأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. إيه الرضا الكامل ده؟ إيه الفرحة ده؟ هي يبيع حاجته أو الحاجة اللي عنده، بيعها بكام زي ما تكون، ويحطها عند أرجل الرسل، وعند أرجل الرسل يوزع منها كما يكون لكل واحد احتياج. وزي ما قرينا في الآية دلوقتي يقول كده كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن ولا اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. المعطي بفرح يحبه ربنا. طب ممكن معطي يقدم خجلا أو كسوفا أو إحراجا، دي حاجة ما تفرحش قلب ربنا. قدم، ربنا مش محتاج ده، ربنا صاحب كل الغنى اللي في حياتنا، هو صاحب الحياة نفسها. لكن ما نقدمه هو التعبير الشكر، تعبير الشكر. وهقول لكم بعد كده قيمة الحاجة اللي بنقدمها في معناها الروحي. نمرة اتنين، انك مش تقدم برضا قلب بس، انت تقدم بسخاء. بسخاء صح. عندنا وصية اسمها وصية العشور، وصية اسمها النذور، وصية اسمها البكور، وتقدمات، اول تقدمة في ايديك بنقدم ده كله. بس انا بقدم بسخاء. بسخاء، بسخاء يعني بغنى، لان من يزرع بالبركات بالبركات يحصد خالص. وفي الكتاب المقدس نقرأ عند إقامة خيمة الاجتماع، قدم الشعب عطاياهم وتبرعاتهم من ذهب وفضة ونحاس وجلود كباش وقماش، فزادت العطايا حتى أصبحت فوق المطلوب. فأمر موسى أن يتوقفوا عن تقديمه. دي في خروج 36. يعني تصور فضلوا يقدموا ما قالوا كفاية كفاية، كل قدمتوه ده زيادة خالص أكتر من المطلوب. قدم عطاياك، قدمها بسخاء، وشوف البركة اللي هتحل في بيتك قد إيه خالص. في مرة من المرات حكيت وياكم قصة واحدة سيدة فقيرة جت وطلبت في الدير، أنا عايزة شوية رمل. فتاخد شوية رمل دول تعمل بيهم إيه؟ من الصحراء مليانة رمل. قالت عايزة شوية رمل من الصينية اللي بتحط فيها الشمع. فأنا شخصيا يعني كنت جوا قلبي كده، يعني هتعمل إيه بشوية الرمل دول؟ فقدمنا لها الرمل، خدت شوية كده، فكت طرحتها كبشتين رمل كده بإيدين، وإحنا مش عارفين هتعمل بيهم إيه. خدت الرمل، وبعد فترة صغيرة جت دير وجاية تشكر ربنا وبتقول إحنا مش ملاحقين. فبقولها ايه ستي اللي انتي بتقولي عليه مش ملاحقين؟ قلت لي مش ملاحقين في الموضوع بتاعنا على الخير اللي ربنا بيبعته. القصة ايه؟ ان هي وزوجها عندهم ورشة احذية صغيرة جدا، فخدت الرمل ورشته على العتبة، عتبة الورشة، لان الرجل والرزق قليل. مجرد رشة الرمل بإيمانها الداخلي، الله يبارك، وتكون تعبيرها احنا مش ملاحقين على الرزق اللي جاي لنا، على عندهم طلبات كتيرة وشغل كتير. ازاي الواحد يزرع بالبركات؟ يقول لنا القديس بولس الرسول، يقول تلميذه تيميثاوس، اوصي الاغنياء ان يكونوا اسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. ويقول لاهل روميا المعطي فبسخاء. وده شيء مهم جدا لازم نعيشه في حياتنا باستمرار. ومرة تانية يقول أن الله يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. ده في رسالة القديس بولس لرسالة القديس يعقوب. وكلنا فاكرين حنة أم صموئيل، حنة وألقانا زوج وزوجة ما عندهمش أبناء،
وكانت تبكي بحرارة لدرجة أن عالي الكاهن اعتبرها سكرانة، ست مش فوعية، لكن بتبكي بحرارة وبدموع عشان الله يعطيها أبناء. فأعطاها ابنها الأول صموئيل. شوف بقى بتعطي بسخاء إزاي. خدت صموئيل وقدمته إنسان مكرسا لله. يوم الله يباركها ويبارك زوجها، ويقول كده عالي الكاهن: يجعل الرب لك نسلا، لك نسلا من هذه المرأة بدل العارية. العارية يعني الشخص اللي أعير لله، التي عارت للرب. وبالفعل حنة جالها بعد كده ثلاث بنين وبنتين. أعطي بسخاء. الصفة الثالثة إنك أنت بتقدم، قدم أفضل ما عندك، أفضل شيء، أفضل تقدمة. ما تقدمش الحاجة القديمة، الحاجة اللي ملهاش معنى، الحاجة اللي ملهاش استخدام، وما تقدمش بالشح. قدم أفضل ما عندك، أفضل ما عندك، وما تأجلش التقدمة خالص. من التدريب اللي كانوا بيدربوها كتير زمان، لما بيدوا المصروف لأولادهم يدوا المصروف يوم مدارس الأحد، مدارس الأحد مثلا يوم الأحد أو يوم الخميس، يقوم يدوا المصروف لابنهم أو بنتهم اليوم ده، عشان يتعلم الولد أو البنت إزاي يقدم جزء من مصروفه يقدمه في العطاء في مدارس. أظن ده تدريب مشهور ومعروف وسطنا كلنا، شيء مهم. ده أحيانا النهاردة بيقدموا لولادهم المصروف اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أرقام كبيرة، وما فيهاش زرع في أولادنا إن الله له نصيب فيما نقدمه. ربنا له نصيب في الحاجة اللي بنقدمها. المسيحية لم تأمر فقط بالعشور ولا البكور، دي وصايا كتابية، لكن لم تأمر إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين. يعني لازم يكون أنت بتقدم بسخاء وبأفضل ما عندك. وحتى الوصية تقول: من له ثوبان فليعطي من ليس له. يعدين معناها 50%. يعني أنا عندي ثوبين بقدم ثوب منهم، معناها أن أنا بقدم نصف ما عندي. ويقول لنا في الوصية: من سألك فاعطيه بغير حدود ولا قيود. وكلنا فاكرين الآية اللي سمعها القديس أنبا أنطونيوس: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني. رغم أنه كان غني ترك كل ما عنده وذهب يتبع الله. قدم أفضل ما عندك، أفضل شيء تقدمه. والأفضلية ده هي معناها أنك بتقدم حاجة لربنا عشان يفرح بيها، زي بالضبط ما قدم لأي إنسان حاجة تكون في حالة جيدة، حاجة لا جديدة عشان يفرح بيها. كمان وانت بتقدم من فضلك قدم بإنكار ذات. لا تعرف يمينك اللي بتقدمه شمالك، وشمالك متعرفش اللي بتقدمه يمينك. واحترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. شوفوا الاتين اللي بتعملوا، إيدك اليمين إيدك الشمال ما تعرفوش. قمة الخفاء إنك بتقدم الكلام ده هو بإنكار ذات. وانت بتقدم عطاياك مهما كان شكلها، ومهما كان وضعنا، ومهما كان حالة الإنسان، هو بيقدم كتعبير حب من داخله. وارجع أقول لكم إن من يزرع بالشح، بالشح يحصد، يحصد في حياته وفي أولاده وفي أسرته وفي عمله وفي صحته وفي مستقبله وفي كل حاجة. التبرعات اللي بنقدمها تبرعات مختلفة. وأحب أذكر هنا شيء مهم قوي، إن إحنا في الكنيسة القبطية من القرن الأول الميلادي تعيش هكذا. الكنيسة بتعيش إزاي؟ كل الكنائس اللي موجودة اتبنت إزاي؟ الآباء اللي بيخدموا
والناس اللي بتشتغل في الكنيسة والمكرسين عايشين إزاي، الرهبان في الأديرة والراهبات عايشين إزاي، كل ده على عطايا الشعب. والنظام ده نظام له بركته الخاصة. وعايز أقول وأضيف كمان إن ده النظام الكنسي اللي عايشة به الكنيسة القبطية كأقدم كيان شعبي على أرض مصر، أقدم كيان شعبي. وإن الكنائس كلها بتتعاون ويا بعضها، بالتأكيد في كنائس غنية وفي كنائس مصادرها محدودة وفي إبرشيات غنية وفي إبرشيات محدودة. نشكر الله إن في نوع من التكافل الموجود. أنا عايز أقول لكم إن بعض الإبرشيات بتقدم عشرها، يعني الإبرشية الأب الأسقف والكهنة وياه ودخل الإبرشية يقدموا عشور الإبرشية لخدمة أماكن أخرى محتاجة. بعض الأديرة تقدم عشورها، عشور الخير اللي ربنا بيبعته عشان يتخدم به في أماكن تانية كتير. تبرعات العطايا تاخد أشكال كتيرة. كلنا لما بنيجي نقدم عطية أجي أقول لأبونا من فضلك أبونا ده تبرع للكنيسة، أو ده تبرع عشان المباني، أو ده تبرع عشان إخوة الرب. كل دي حاجات جميلة خالص، لكن عايز أذكركم بشيء مهم، إن إحنا متفقين إن دخل الكنيسة يتقسم تقسيمة محددة، 30% من دخل الكنيسة لخدمة التعضيد، خدمة الاحتياج، و 30% لخدمة التعليم، احتياجات الخدمة والتعليم والمرتبات الشهرية للأباء والمعلمين، و 30% لخدمة التعمير، تعمير المكان، و 10% بنحطها في دخل كل كنيسة عشان تبقى للطوارئ، للطوارئ اللي ممكن فيه حاجات كده بتطرق في بعض الأوقات. بالتوزيع ده بنقدر من خلال مجالس الكنائس ومن خلال أباء الأسافة في إبرشياتهم يتضبط عملية الصرف. الكنيسة هتحوش ليه يعني؟ الكنيسة الخير اللي بيجي بتستخدمه، وفي إدارة لكده، وفي مجلس إدارة للكنيسة، ومجلس الإدارة فيه ناس محاسبين، وفي أمين صندوق، وفي نظام، في عمل. لكن عايز أقول لكم كمان إن في حاجات لازم نحطها في اعتبارنا، يعني مثلا التعليم الإكليريكي اللي بيتعلموا في كليات اللاهوتية دول، هل أنت فكرت في يوم من الأيام إنك تقدم تبرعك أو تقدم ما تحتاج أن تقدمه وتقول لأبونا وتقول للشخص المسؤول ده علشان تعليم أبنائنا في الكليات اللاهوتية معاهد الدراسية؟ ده شيء مهم جدا. أنا مرة واحد جه قدم تبرع وقال لي بص يا سيدنا التبرع ده علشان تعالج بيه طلبة يكونوا عيانين، طلبة مش أي واحد عيان. بقول له ليه؟ قال لي أصل أنا من 36 سنة كنت متغرب في بلد بدرس الكلية بتاعتي، كانش بلدي، وأنا موجود في البلد دي عييت وأهلي ما عرفوش، وإصحابي وفي خادم في الكنيسة وقف جنبي وأبونا ساعدني في عمل عملية، فأنا من يوميها حاسس بقد إيه لما طالب يعيا، فأرجوك المبلغ ده علشان خدمة طلبة يكونوا مرضى. شوفوا التحديد. فأنت قدامك إنك غير المجالات العادية المعروفة، قدامك مثلا خدمة اللي بيتعلمه المعاهد الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية ومعاهد الدراسات دي محتاجة تعضيد، لازم ننتبه لكده. مثلا من القنوات الفضائية اللي بتقدم، في كذا قناة موجودة، يمكن قناة الأطفال باعتبارها أحدث قناة، وخدمة الأطفال محتاجة أكتر وأكتر، اللي هي قناة كوجي. ما هو ما يقدم ده لخدمة أولادنا وبناتنا، نوع من الخدمة. طب الخدمة تتعمل إزاي؟ ما عايزة تعضيد، عايزة مساندة، ما هدي نوع من الخدمة.
مثلا خدمة احتياج العلاج. دلوقتي النواحي الصحية غالية قوي، ازاي ان احنا نساعد في كده؟ احتياجات العلاج والعمليات والأدوية، الحاجات دي غالية، ازاي ان احنا نقدر نساهم في كده؟ ومش شرط العطاء يكون بس فلوس، لكن ممكن يكون أشياء زي الأدوية أو زي الاحتياجات المدرسية والاحتياجات الدراسية إلى آخره. المهم أن يكون الاحتياج اللي أنت بتقدم فيه، أنت ربنا مثقل قلبك، ربنا متقل قلبك علشان تعمل العمل ده. يقول كده: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. طبعا استخدم التبرعات لإطعام الجائع، يعني في أزمة كورونا اللي حصلت في الشهور اللي فاتت دي وما زالت مستمرة، وأرجو أن تنتبهوا كثيرا. أماكن كثيرة قدمت مواد تموينية عشان تساعد في البيوت، والناس لأنها قاعدة في البيت فابتدوا يفكروا مش مجرد مواد تموينية، طب ما نحط وياها كتب للتلوين للأطفال، طب ما نحط وياها بعض قطع ملابس زي التيشيرتات، طب ما نحط وياها بعض لعب للأطفال الصغيرين، ما الأولاد محبوسين جوا البيت. فبقى في أفكار كتيرة، وفي أفكار كتيرة خالص، أنا بذكر بس أمثلة بسيطة، لكن إزاي عقل الإنسان يعني يبتكر وسائل للخدمة بحسب الاحتياج، لإطعام الجائع، للإنفاق على مريض، لكساء الإنسان العريان، لإيواء اليتيم أو الغريب، للمساهمة في بيت فقير، لإقامة مشروع. والحقيقة الدولة في نفس الوقت بتقوم بمشروعات كتيرة ويسموها المشروعات متناهية الصغر، وده يعني شيء جيد جدا، ان حتى اللي عنده مشروع صغير عايز 5,000 جنيه 10,000 جنيه، هيلاقي من جهات في الدولة كتير جدا انها ممكن تساعد وممكن يعمل المشروع بتاعه. لما تقدم ثقافة التبرع وتزرعها في ولادك وتزرعها في بناتك وهم بيكبروا شوية بشوية، اعرف ان ده نوع من التلامس مع شخص المسيح. يقول كده: جعت فأطعمتموني، مش أطعمت الفقرة، عطشت فسقيتموني. وعلم ابنك إزاي يقدم التبرع. أنا فاكر مرة شخص جه يقدم تبرع وبعدين جايب وياه ابنه الصغير، ولما بسأله، أنا ما أحبش حد يقدم حاجة قدام حد، يعني لازم تبقى في خفاء كامل، فبقوله: جايب ابنك ليه؟ وبقولها يعني بنوع كده من العتاب. فقال لي: أنا جايب ابني عشان يتعلم، عشان يتعود، عشان لما يجي، كنا فترة عيد الميلاد، عشان لما يعرف ويكبر يجي عيد من الأعياد لازم نذكر إخواتنا. فأنا جاي أقدم وطول السكة عمال أشرح له أن إحنا بنقدم عشان كذا وكذا وكذا. بتعرف ولادك، أول بركة بناخدها أنك تتلامس مع شخص المسيح. أنت أي عطاء بتحطه في إيد المسيح، وهو اللي عطالك الحاجة اللي عندك أو الخير اللي موجود عندك. مثلا من الحاجات المهمة أنك أنت لما بتقدم الشيء، الله يبارك البيت بالحقيقة. هفكركم بقصة أرملة صرفة صيدا في العهد القديم أيام إيليا النبي. يقول كده: لقد آوت إيليا في زمن المجاعة، فظلت البركة في بيتها إلى أن أعطى الرب مطرا على الأرض. كان في جفاف وكان عندها قليل جدا، شوية دقيق وشوية زيت تعملهم فطيرة وخلاص وتنتهي الحياة بالنسبة لها وبالنسبة لأسرتها. لكن لأنها آوت رجل الله في زمن المجاعة، ظلت البركة في بيتها إلى أن أعطى الرب مطرا على الأرض، بل وأيضا أعاد إلي ابنها إلى الحياة. يقول لنا كده في سفر الأمثال: أكرم الرب من مالك ومن كل بكورة غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا ويفيد وتفيض معاصرك مستارا، مستارا اللي هو العنب، عصير العنب.
تفيض معاصرك، المعصرة اللي بتعصر العنب. كمان آخر حاجة، آخر بركة بناخدها من ثقافة التبرع، إنها تنجي من الشر. والآية جميلة جدا في مزمور 41 يقول: طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. آية جميلة خالص. وأنا أدعوكم إنكم تقروا المزمور ده، مزمور 41، اقرأ وتعرف قيمة العطاء. طوبى لمن يتعطف على المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه، يجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه إلى أيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، يعينه على سرير وجعه. اقروا مزمور 41 ده، هو يقول لنا كده في الجزء اللي قريناه في رسالة كورنثوس: الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. اوعى تفتكر انك لما تقدم بتقلل عندك، ان انت لما تقدم بيتبارك اللي عندك ويزيد. لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء في كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. ثقافة التبرع نوع من ثقافة المساندة، بسند الآخر. الدول بتعمل كده. يعني احنا في أزمة كورونا واحنا دولة محدودة الاقتصاد، مصر قدمت تبرع وإن كان رمزي عشان تساعد الصين وعشان تساعد إيطاليا وعشان تساعد أمريكا. دي دول كبيرة، لكن المعنى الرمزي مهم، المساندة. لما حصلت سيول في فيضانات في السودان قدمت كده، لما حصل الانفجار بتاع بيروت في لبنان في أغسطس اللي فات، الدولة مصر قدمت حاجات كتيرة خالص. وإحنا في الكنيسة كمان قدمنا حوالي 12 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية من خلال مجلس كنائس الشرق الأوسط. عايز أقول أن المساندة، ثقافة التبرع شكل من أشكال المساندة، وكل المؤسسات في العالم بتقوم على كده. حتى أجهزة جسمنا بتساعد بعضها. ده أنت لما بيبقى عندك رجل بتوجعك، رجل تانية بتشيلها، إيد بتوجعك، إيد تانية بتشيلها. الطبيعة كده، فصول السنة كده. الأمور دي كلها بتخلي إن روح التبرع، وأرجوكم بعضكم هيقول الموضوع ده احنا عارفينه وسهل ومش مطلوب قوي. لا، خد بالك، احنا بنعيش في زمن اسمه زمن الأنانية للأسف في العالم كله. وطبعا الأجهزة الجديدة هي اللي سببت للإنسان بقى كل واحد له الرقم بتاعه في الموبايل وفي الحاجات ده هي. فالإحساس بالآخر والشعور باحتياج الآخر، حتى لو كان هذا الآخر لا أعرفه، وعليك أنك تقدم بس، ولا تجعل نفسك في حالة الشح. حتى الكلمة صوتها وحش، كلمة الشح دي. واعرف كده أن من يزرع بالشح بالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فالبركات أيضا يحصد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. الليل ويادك سابتريكي وكياك يمن إفماتي تنوشمون ان قوم مجهو بن شوي سيزن بخريسو اسموني سيدين من سمار بكلين امتكيرين ويسوكم بكلاو صديمون ونينان اكي تشيت خريس مجزس تيمت اوهي من ديمت شي سيدك تيمت خلو انتيا كوبينو غناي انتي مخصوصان بكد يسون من دي دافيتي صوفيا انتي صولومون ابن فمار بركليتون شوي زفي عريب وقنيب طهويرت من بنيوت الطايوت نار شيرفس بابا بطا ودروس من بنيوت متروبوليتي صابا موروس نمن نيوت نيبس كوبوس نيت كيني من نوت انتزر تقرو ايجن نوسرو نوسن عن ميشن ربي نمان سيو انيني انتف سبيو انو قجي تيرو صابس دنو چلف جيم كوليم طويا بغرسو سيري
كرياليسون كرياليسون ليترأف الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشرط صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاتي إلى قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والصرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة القديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كذلك على الأرض خبزان الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب ومع روحك أيضا